السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام عبر قناه حسن عبدي، مرحبا بكم الى جديدنا. هذه المره نتحدث فيها ايضا عن تقرير صدر عن سلسله دراسات خاصه تصدر بصوره غير دوريه عن مستقبل الابحاث والدراسات المتقدمه بأبو ظبي الإمارات العربية المتحدة بعنوان كيف تغير التكنولوجيا إدارة الحياة اليومية خلال أزمة كورونا للدكتور إيهاب خليفة كورونا تيتش. هذا التقرير الذي صدر مؤخرا كما تلاحظون العدد 3/7/2020 مباشرة. هو دكتور إيهاب خليفة كما يذكر التقرير هنا رئيس وحدة متابعة التطورات التكنولوجية CTO. ملخص الدراسة، نقرأ الملخص ونحاول أن نمر سريعا على التقرير ثم ذلك ما نحاول أن إذا كان هناك خلاصة أو خاتمة نقرأ أيضا. ملخص الدراسة ترتب على الانتشار السريع لفيروس كورونا تزايد الاعتماد على التكنولوجيا باعتبارها البديل الرئيسي أو الرئيس انه يعطي الشيء الرئيس لتسيير الحياة اليومية، بحيث اصبح العمل والتعليم عن بعد الوضع العادي دنيا نورمال، حيث استمر العمل داخل المؤسسات والمصالح الحكومية ولكن عن بعد، وذلك من خلال نظم الحكومة الذكية التي تقدم الخدمات للمواطنين عبر الانترنت، ويمكن للموظفين القيام بوظائفهم بصورة طبيعية من المنزل. كما استمرت الحكومات ايضا في عقد اجتماعاتها من خلال نظام الفيديو كونفرنس، وتم عقد قمة العشرين القادمة بصورة افتراضية عبر الانترنت. كما استمر كثير من المدارس والجامعات ايضا في تقديم المحتوى العلمي لطلابها من خلال البث المباشر عبر الانترنت، وتواصل نشاط الشركات والقطاع الخاص عبر خدمات الفيديو كونفرنس وتطبيقات اجراء المكالمات الصوتية والفيديو التي شهدت طفرة كبيرة مستفيدة من أزمة انتشار كورونا. سنمر على كل هذا وسنرى أهم المحاور الرئيسية لهذا التقرير. هو تمهيد عام لهذا التقرير، هو يضع مجموعة من أولا تكنولوجيا مهام مواجهة فيروس كورونا، يذكر هنا أسباب عدم مجموعة من الأسباب، بل السبب الأول أسباب وعدم فاعلية الأساليب التقليدية، يذكر من ذلك أن محاولة المواجهة البعدية والاستقبالية، ب لا تضمن محاولة المواجهة الكشف عن جميع الأفراد المصابين، ج عدم التزام الأفراد بتعليمات السلطات، ثانيا آليات غير تقليدية للكشف المبكر ومحاصرة كورونا. كما تلاحظون هذه الصورة مجموعة من الآليات التي اكتشفتها وطورتها وابتكرتها مجموعة من الدول خصوصا في آسيا لدول في العالم. ألف الروبوتات بديل مكمل للطواقم الطبية والمعاونة. الروبوتات نمر، لاحظوا معي هذه الخطاطة، آليات تكنولوجيا غير تقليدية للكشف المبكر ومحاصرة كورونا. هناك هذه الآليات، الروبوتات بديلا مكملا للطواقم الطبية المعاونة، الدرونز للتوعية والتطهير والمسح الطبي للأفراد، يعني الطائرات المصغرة أو الهليكوبتر المصغرة التي للمسح ولتوعية الأفراد، السيارة الذاتية القيادة لنقل المرضى وتوصيل المستلزمات الطبية في بعض الدول، البيانات العملاقة للكشف المبكر عن الإصابات، هذا الديتا واسمه بعلوم الذكاء الاصطناعي، نظم المراقبة الشاملة والتعرف على الوجوه، كلها تدخل في هذه العلوم، الجيل الخامس اتصالا لربط كافة التقنيات الذكية، تقنيات الهولد جرام لمنع انتشار المرض، الهولد جرام عفوا ليس لي معلومة ولكن سنجدها في التقرير، الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء غرف العزل وتعويض القطع الطبية، التشخيص عن بعد عبر نظام الذكاء الاصطناعي، إذا معتمد قبل ذلك قبل هذه الفترة ثم ابتكر من بعض الأطباء يعني يشخصون عن بعد، تطبيقات الهواتف الذكية لمراقبة المرضى، نظم التجسس والتتبع والاختراق، هذه الآليات تستعمل خصوصا في الذين يخرقون
هذا الحظر الصحي. ده الدرونز كما كنا تحدثنا في ألف عن الروبوتات، هنا الدرونز توعية الصغيرة حتى بالأفراد، هذه كلها إلا حين هذه الخطط الخيط الصغيرة الذي يصدق القيادة لنقل المرضى وتوصيل المسؤولين الطبية بما أنها واضحة. جيم البيانات علاقة كشف مبكر عن الإصابات، هنا تذكرت التايوان تحقق الوزن في محافظة الشارع فيروس كورونا منذ البداية بدأت تصل إلى آخره، يعني لا يمكن أن نقرأ التقرير ككل، ولكن عود إليه نحاول أن نضع لكم الرابط أسفل الفيديو. ها نظم المراقبة الشاملة والتعرف على الوجود خاصة في الصين، السلطات الصينية فيس ريكونيشن ريكونيشن. نمر إلى واو نظم التجسس والتتبع والاختراق موبايل فون سيرفيونس تكنولوجي سيرفيونس تكنولوجي تكنولوجي عفوا. نمر إلى زاي تطبيقات الهواتف الذكية لمراقبة المرضى بكوريا الجنوبية، قامت وزارة الداخلية بكوريا الجنوبية بهذا الأمر من خلال رقم تعريفي أو كود بدقة عن كائر كود، حاء التشخيص عن بعد عبر نظم الذكاء الاصطناعي أو فيرفيجن، ثم إذا دور لشركة علي بابا هنا. نعود إلى طاء الطباعة رسم أبعاد بناء غرف العزل والتعويض قطع طبية دائما الصين التي طورت هذا الأمر شركة ستيبد إن ستيبد إن في جنوب إيطاليا، قامت أيضا بتطوير هذا النموذج لتبعات ثلاثية الأبعاد وتبعات بعض القطع الطبية إلى آخره. يا تقنية الهولوجرام سنقرأ هذه الفقرة بالذات من منع انتشار المرض، أحد أسباب انتشار المرض هو تلامس الأسطح، تلامس الأسطح وتحديد الأسطح الأكثر استخداما بين البشر التي منها أضرار المصاعد الكهربائية، حيث طورت شركة اي سبيد تكنولوجي نموذجا مبنيا على تقنية الهولوجرام يمكن مشاهدة الضغط على أضرار المصاعد دون ملامستها، وقد تم استخدام هذه التكنولوجيا ايضا في بعض المصاعد في الصين بهدف تقليل انتشار المرض من خلال التلمس، يعني يمكن الضغط على من خلال الكيلوغرام الضغط على اضرار المصاعد دون ملامستها من هذه الطريقه يتم اكتشافها حتى لا ينتشر المرض عبر المصاعد الكهربائيه، اذا مثل بتقنيه الهولوجرام. أجل خالص الصرف ربطك في التقنية الذكية. ثانيا تكنولوجيات الإدارة والعمل عن بعد، تحدث التقرير عن ما تكنولوجيا الإدارة والعمل عن بعد أهمها، سترون في هذه الخريطة التفاعلية أو الخطاطة. نظم الفيديو كونفرنس أدوات العمل التشاركي خدمات الحوسبة السحابية تطبيقات ترسل ومكالمة الفيديو منصات الترفيه وبث الفيديوهات نتفليكس أسواق الافتراضية مثلا أمازون إلى آخره، أدوات تأمين والحماية هذه أهم هذه المواد التكنولوجية الإدارة والعمل عن بعد. أولا نظم الفيديو كونفرنس، قد يلاحظ هذا الليبيان يغطي البيانات فترة حتى 26 مارس 2020 تصاعد تحميل تطبيقات محادثة الفيديو كونفرنس في العالم خلال أزمة كورونا، ما يسمى ب إما تحميل تطبيقات زوم، تحميل تطبيقات سكايب، هاوز بارتي، هذه ثلاثة أنواع من هذه الشركات التكنولوجية. أدوات العمل التشاركي كولابوريشن تولز، أدوات العمل التشاركي خدمات الحوسبة السحابية كلاود كومبيوتينج. رابعا أدوات التأمين والحماية
سيكوريتي سيكوريتي تاوند خالف الاسواق الافتراضيه فيرتيو فيرتيو ماركت. ثالثا منصات للترفيه وبث الفيديوهات ستريمينج فيديو. سابعا تطبيقات تراقب من الفيديو فيديو كالينج كالينج اند ميسانجينج ابليكيشن الخدمات بدات عبر الانترنت. ثالثا ممارسة توظيف التكنولوجيا لتسيير حياة البشر. نعطي مثال ممارسة توظيف التكنولوجيا هنا خاصة مدينة ممارسة توظيف التكنولوجيا لتسيير حياة البشر. العمل عن بعد، التعليم عن بعد، السياحة عن بعد، القيم والاجتماعات الحكومية عن بعد كلها. هذه هي ممارسة توظيف التكنولوجيا. رابعا مستقبل حياة البشر في مرحلة ما بعد كورونا. هناك مجموعة من المحاور هنا. أولا استمرار تبني ممارسة التعليم والعمل عن بعد. ثانيا انتقال من الجيل الأول إلى العالم السيبراني إلى الجيل الثاني. ثالثا تعلم المعتاد السيبراني المتزايدة. إذا ختاما سهل انتشار هذا الوباء في تسريع عملية التحديث التكنولوجي التي تمر بها المجتمعات. أصبحت عملية التحول التكنولوجي الذكي ضرورة لا غنى عنها لتسيير وتيسير الحياة البشرية. وأصبح الإنترنت هو المخرج الوحيد للبشرية بعد أن تمت محافظتها وشكل بديلا ممكنا للحياة الجديدة. يقول تستمر حتى عند انتهاء هذا الوباء. ومن هنا كانت أهمية تردد الحكومة والشركة في إدراك طبيعة المرحلة الحالية وتداعيتها على المستقبل. في المرحلة ما قبل كورونا بالطبع لن تكون كما هي بعدها. ومع هذه الاعتماد على التكنولوجيا بصورة أكبر من ذي قبل وتساعد الاعتماد عليها في المستقبل القريب سوف تختلف نظم إدارة العالم وكذلك المخاطر والتهديدات. فيصبح الأمن السيبراني أولوية قصوى لجميع الدول. ومواجهة الجريمة السيبرانية ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار المجتمعي. كما أن الاستعداد للحرب السيبرانية أمر لا يمكن تجاهله. دمجتنا هذه أهم المراجع التي تم اعتمادها في هذا التقرير. وهناك معطيات حكومية ومواقع إلكترونية مجموعة من الإصدارات والتقارير التي تم أصدرت في هذه مؤخرا. واحد يعني حجم الدراسات مقالات إلى آخره. يعني هذا تم الاعتماد على عديد من أوراق أو معلومات عن هذا موقعهم هو future e a e .com. دمتم في حفظ الله ورعايته. أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.